أحيانا تعكر الأزمات السياسية والدبلوماسية صفو لعبة كرة القدم، والتي يعد أحد أهدافها الأساسية تقريب الشعوب والجمع بين الثقافات المختلفة على هدف واحد. منتخبان عربيان وأندية شقيقة تعاني في الوقت الحالي تبعات أزمة سياسية ودبلوماسية اشتعلت بين الجزائر والمغرب، إذ أصبح أسود الأطلسي مهددين بالغياب عن أمم إفريقيا للمحليين. عام 2022 على وشك الانقضاء، لكن بعض الأزمات التي اشتعلت خلاله يبدو أنها ترفض أن تنقضي، مثل ما انقضت أيام وأشهر هذا العام الطويل. خلال الفترة الأخيرة تزايدت حدة أزمة اشتعلت بين الجزائر والمغرب على الصعيد السياسي. أدت هذه الأزمة إلى قرارات متبادلة بقطع العلاقات الدبلوماسية. تبعات هذه القرارات ألقت بظلالها على كل الأصعدة، سواء الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية، وصولا حتى إلى العلاقات والأحداث الرياضية. خلال دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية شاهدنا توترا كبيرا في المباريات التي جمعت بين فريقين، أحدهما من المغرب وآخر من الجزائر. في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة كانت جماهير المنتخبين تؤازر وتساند أي منافس للمنتخب الآخر، في انعكاس واضح للأزمة السياسية القائمة بين البلدين. خلال بطولة كأس العالم الأخيرة 2022 تجمع العرب على قلب واحد، خصوصا وأن البطولة الاستثنائية تقام للمرة الأولى على أرض عربية، ليقف الجميع خلف منتخبات هذا الوطن. ودع ثلاث منتخبات عربية البطولة مبكرا، وبقى المنتخب المغربي الذي كتب تاريخا جديدا للمنتخبات العربية والإفريقية في البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم. المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في البطولة كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، شهد تجاهلا من الإعلام الجزائري، والذي تناول أخبار أسود الأطلسي بصيغة المبني للمجهول. الأمور وصلت إلى حد إقالة أحد المذيعين الكبار في التلفزيون الوطني الجزائري بعد ذكره المنتخب المغربي مخالفا بذلك التعليمات الواضحة والتوجه السائد في التغطية الإعلامية لأخبار أسود الأطلسي خلال المونديال. الأزمة استمرت مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين بعد قرار إقامتها في مدينة قسنطين الجزائرية خلال الفترة المقبلة. قطع العلاقات الدبلوماسية أتبعه قرار جزائري بمنع الطيران المغربي مدنيا وعسكريا من دخول المجال الجوي الجزائري، ليقع منتخب محلي أسود الأطلس في أزمة. رفضت الجامعة المغربية لكرة القدم أن تذهب بعثتهم للمشاركة في البطولة إلى قسنطينة الجزائرية عن طريق الترانزيت أو من خلال خطوط جوية غير الخطوط الجوية الملكية المغربية. وهددت الجامعة المغربية بالانسحاب من البطولة حال خالف الجانب الجزائري شروط استضافة البطولات القارية بتسهيل وصول المنتخبات المشاركة. أصر الجانب المغربي في بيان رسمي على الذهاب إلى قسنطينة برحلة طيران مباشرة عبر الخطوط الملكية، والتي هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية. أخيرا رد الجانب الجزائري على الطلب، مؤكدا أنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذا الشأن، لكن الرد لم يكن حاضرا، إذ أجاب الجانب الجزائري بأنه في انتظار رد السلطات خلال 24 ساعة.